بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعملية رمضان لسنة 1442 هجرية، هي عملية مولوية موجهة لفائدة الفئات الهشة والفقيرة. هذه العملية السامية التي تشرف عليها مؤسس محمد الخامس للتضامن توجه سنويا لفائدة المحتاجين بمختلف ربوع المملكة. بالنسبة لإقليم توريرت فإن العملية تمر سنويا في ظروف إيجابية، بحيث أن عملية استقبال المواد انطلقت تقريبا بواحد الشهر قبل عملية رمضان، وتم تخزينها بالمستودع الإقليمي اللي كتوفر فيه المواصفات الصحية المطلوبة بعد بطبيعة الحال من عملية تعقيم المستودع الإقليمي. وكذلك تم تجنيد كافة المتدخلين من عمال الإنعاش اللي شرفوا هنا. كنبغيو نوجه الشكر الجزيل للسيد المندوب الإقليمي للإنعاش والعمال ديال الإنعاش اللي شرفوا على عمليات تخزين هذه المواد بالمستودع الإقليمي. فيما يخص عمليات توزيع المواد المخصصة للإقليم، فإن هذه العملية هذه السنة وكالسنة السابقة ونظرا لظروف جائحة كورونا فأعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لإيصال هذه المواد للمستفيدين في مقر سكنه. بعد هذه التعليمات السامية عمل إقليم توريرت على إعطاء تعليماته الدقيقة وتوجيهاته للجنة الإقليمية المكلفة بعملية رمضان ولكافة المتدخلين من السلطات المحلية من قسم الاقتصادي والتنسيق والسادة رجال السلطة على المستوى الإقليمي بضرورة التقيد بالتوجيهات أولا المضمنة في المذكرة التنظيمية لعملية رمضان، وكذلك التقيد بالتعليمات التي وردت أو وجهت هذه السنة فيما يخص العملية. إذا انطلقت عملية رمضان مباشرة بعد إعطاء صاحب الجلالة لتعليماته في هذا الشأن، وتم تجنيد كافة أعضاء اللجنة الإقليمية صبيحة اليوم الأول من رمضان المبارك بحضور كافة أعضاء اللجنة الإقليمية وكافة السلطات المحلية من السيد الباشا والسادة رجال السلطة على المستوى البشوية التوريط، وكذلك باقي المتدخلين، حيث تم الاتفاق على كيفية إيصال هذه المواد إلى المستفيدين بعد تعقيم هذه المواد وبعد تعقيم كذلك الآليات التي ستوصل هذه المواد إلى مقر سكن المستفيدين. وقد مرت العملية في ظروف إيجابية خلال 3 أيام من التوزيع، واستفاد جميع المستفيدين المتجلين في اللوائح. العدد ديالهم 6552 تقريبا. المستوى الإقليمي مستوى الحضاري. الإقليمي المستوى الحضاري 552 على مستوى مخصصة لبشوية التوريرت. كما قلت مرت العملية في ظروف إيجابية، وأشرفت اللجنة الإقليمية على مواكبة كافة الدوائر على مستوى بشوية التوريرت أثناء عملية التوزيع. وبعد انصرام مدة الأجل ديال 3 أيام تم تعويض الذين إما تم يعني انتقلوا من مقر سكنهم، وعدد وكان عملية التعويض شملت واحد العدد قليل، لأن مادام أن المواد وصلت حتى مقر سكن المستفيدين ما كانش هناك واحد الغياب كثير بحال العملية اللي كتكون في خلال السنوات السابقة. بعض المرة قبل الجائحة كاين اللي ما كيتاخذش اخبار ولا كيكون مسافر ولا شي حاجة إلى غير ذلك، ولكن هذا العام تقريبا
واحد 99% كلهم استفادوا من الكفاف، خاصة المسجلين باللوائح الإسمية. إذا العملية راها الحمد لله مرت في ظروف جد إيجابية، ترتيبات الإغراءات مرات كذلك في ظروف إيجابية، التعليمات الواردة في هذا الشأن من السيد عامل إقليم توريرت تم تنفيذها من كافة المتدخلين، كل حسب موقعه واختصاصه والمهام الموكولة إليه. إذا كنشكر جميع من كانت لهم اليد الطيبة وكانت لهم الفرصة من أجل إنجاح هذه العملية التضامنية الإحسانية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.